بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، جاء إعلان أذربيجان عن وقف العمليات العسكرية التي شنتها قبل يوم في إقليم ناغورنو كاراباخ، مع موافقة من جانب السلطات الأرمينية في الإقليم المتنازع عليها على مقترح باتفاق للهدنة. وزارة الدفاع في باكو قالت إن قوات الأرمن في المنطقة الجبلية وافقت على إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل وتسليمه إلى جيش أذربيجان، وذلك تمهيداً إلى عقد مفاوضات لإعادة دمج ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان. في الجهة المقابلة، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن يريفان لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، في ظل تمسك أرمينيا باتهامها أذربيجان بمحاولات ممنهجة للتطهير العرقي للأرمن في الإقليم الحدودي. وقبيل إعلان أذربيجان عن اتفاق الهدنة، كشفت أرمينيا عن مقتل 32 وسقوط أكثر من 200 جريح في العملية العسكرية في ناغورنو كاراباخ، والتي تقول باكو إنها شنتها لمكافحة الإرهاب بعد مقتل 6 من مواطنيها في انفجار لغمين أرضيين في الإقليم. فهل يكتب وقف إطلاق النار الحالي نهاية ذلك الصراع التاريخي ويعيد الهدوء إلى الإقليم المنفصل عن أذربيجان منذ نحو 3 عقود؟